اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب ينظم الصالون التوجيهي السنوي، وذلك في أمسية احتفالية حضرها عدد من ممثلي النقابات الطلابية وبعض الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا. التظاهرة الاحتفالية تسعى وفق اتحاد الطلبة إلى إنارة الطلاب حول مجالات التخصصات الأكاديمية وظروف الدراسة في المملكة المغربية. ولكننا أبينا إلا أن ننظم هذا الحدث الذي ذهب عليه الاتحاد من أجل إنارة الطريق أمام طلبة الموريتانيين ومن أجل توجيههم. هذا إن شاء الله الصالون ستكون به فقرات متعددة، سيقوم الأمناء العامون سيعرضون عن كل مدينة التخصصات المتاحة فيها، وكذلك الكليات في كل مدينة والمدارس والمعاهد العليا. محطات الطلبة الموريتانيين المقبلين على الدراسة الجامعية بالمغرب سيكون الاتحاد رفيق دربهم من خلال تسهيل الإجراءات سواء في مرحلة التسجيل أو غيرها، يقول الأمين العام لاتحاد الطلبة. ونخبركم بأن اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب سيكون معكم وسيرافقكم في كل المحطات، يعبد لكم الطريق ويذلل لكم الصعاب ويسهل لكم كل الإجراءات، سواء ما يتعلق بالاستقبال وما يصاحبه من تعب أو بالتسجيل، فاطمئنوا وأبشروا. ويعتبر الصالون التوجيهي تظاهرة سنوية داب الاتحاد على تنظيمها قبل سنوات وتوقف قبل عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا. ويعود تأسيس اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، ويعتبر الممثل الوحيد للطلاب الموريتانيين في المملكة المغربية، ويعد أقدم اتحاد طلابي موريتاني خارج البلاد.